وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاة قد شافها حبا الله يجزيك يا مش نرجع انا قلبي مش حابب انا محروم والله يا عظيم محروم إنا لنراها في ضلال مبين وقال نسوة في المدينة الله أكبر 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 الله أكبر
وأعتدت